بس خلينا نتكلم كده، ازاي تم اختيارك او ترشيحك للدور ده، دور محمد وحيد؟ هو الستارت جه من اوديشن لمسلسل الاختيار. رحت قابلت الاستاذ ابراهيم فرج وعملت الاوديشن واتبعت لدكتور بيتر فادى الكونفيرم للموضوع، وبعديها بعد رحت مضيت في الشركه على طول في سينرجي وادوني ورق وبدات انا اذاكر لغايه لما بدا التصوير، وبدات انا احضر بقى كل التفاصيل ان انا هقابل زوجه الشهيد مدام ريم. لحظه واحده انت بتجري بسرعه يا ابني. يلا بسرعه. مش هنسيبك. استنى بص يا ابو حميد، يعني دلوقتي طبعا انت ما شاء الله يعني عامل بصمه مختلفه من خلال كمان الفيديو اللي اتعرض ليك، يعني ما شاء الله اعمال مختلفه وليك بصمات واضحه جدا، لكن اول ما مسكت الورق بقى يعني لشهيد من الشهداء، اول ما انت شفت كده الورق معاك مكتوب لمحمد وحيد، عملت ايه؟ يعني ايه اول حاجه في دماغك؟ وكمان الدور برضو على ما اعتقد مش سهل، دور ضابط امن وطني. هو الموضوع جه في الاول بعد ما مضيت وعرفت ان انا بعمل شخصيه الشهيد محمد وحيد، فانا وانا مروح سرشت على جوجل مين الشهيد محمد وحيد، اتخضيت لقيت ان في موضوع كبير الحمد لله. فاول حاجه فكرت فيها ان انا اوصل لمراته واولاده واصحابه كل الناس اللي حواليه، وعرفت بالصدفه ان زوجه الشهيد زميلتي في الشغل، انا ليا شغل خاص تاني. فالحمد لله يعني بالصدفه بتكلم مع بتكلم مع واحد صاحبي في الشغل بقول له انا مضيت في الاختيار وبعمل شخصيه الشهيد محمد وحيد، قال لي ايه ده؟ ده جوز ريم. قلت له ريم مين؟ قال لي دي معانا في الشركه في اداره العلاقات العامه. الدنيا صغيره قوي. فتواصلت معاها على طول وقعدت معاها وحكيت لي كتير جدا، وادتني داتا كتير لي كتير كتير كتير، فيديوهات فويس نوت صور، قعدت مع اولاده قعدت مع اصحابه، وهي اتكلمت معايا كتير جدا عن محمد وحيد. يعني فجاه لقيت الموضوع ايه ده موضوع طبعا. يلا بينا بقى. دي مسؤوليه كانت بالنسبه لي كبيره ان انا بعمل شخصيه شهيد وفي جهاز مهم في البلد طبعا، والناس ما تعرفهمش اصلا، يعني ما حدش يعرف مين الامن الوطني ومين ضباط الامن الوطني بيعملوا ايه عشان خاطر البلد. فده كان بالنسبه لي مهم ان الناس تعرف مين محمد وحيد. أيوة. طيب انت كنت بتتكلم دلوقتي ان زوجته طلعت معاك في الشغل، ايه اهم الحاجات بقى اللي هي ساعدتك فيها؟ لان يعني اكيد طبعا وجودها غير شكل الشخصيه تماما. خالص خالص، دي كلمتني عنه في كل تفاصيله، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيقعد ازاي، ملامح الشخصيه بالظبط، بيعمل ايه في الشغل، تفاصيله هو بيشتغل، هي بتتعامل معاه ازاي، الاولاد بيتعاملوا معاه ازاي، كل التفاصيل دي. وادتني لبسه. انا لبسه عندي لغايه دلوقتي في البيت اللي صورت بيه كتير في حتى صورته فعلا مع يعني يعني صورته الحقيقيه مع صورتك مفيش فرق كبير خالص. التشابه كان قريب الحمد لله، وده كرم ربنا يعني. والحقيقه يعني انه دكتور بيتر ميمي كان بيختار الكاست على قد بالظبط الشبه للظباط، يعني حتى لما كانوا بيعرضوا صور بيعملوا مقارنه احنا ما كناش مصدقين قد ايه الشبه قوي جدا. هم كانوا بيسعوا جاهدا في الموضوع ده ان الناس تبقى قريبه من الشبه.